تخيلوا هذا المشهد. المريخ جارنا الأحمر الهادئ الذي يبعد في العادة 225 مليون كيلومتر عن الأرض، يخرج فجأة من مداره المألوف ويتجه مباشرة نحونا. في هذا السيناريو الكابوسي لن نحتاج لانتظار لحظة الاصطدام لبدء الكارثة، فقبل وصوله حتى ستبدأ الأرض بالانهيار تحت وطأة ما هو قادم. الجاذبية المتزايدة، الاضطرابات الجيولوجية العميقة، والعواصف الجوية الهوجاء ستجعل النجاة شبه مستحيلة. أما لحظة الاصطدام نفسها فستعيد رسم ملامح كوكبنا بالكامل، وربما تخلق جرماً سماوياً جديداً. حدث بهذا الحجم لم يشهده النظام الشمسي منذ مليارات السنين، وستكون نتائجه كفيلة بتغيير مسار التاريخ الكوني إلى الأبد. 15 يوماً قبل الاصطدام، الشرارة الأولى للرعب. قبل أسبوعين من النهاية سيظهر المريخ في السماء كقمر دموي يزداد حجمه يوماً بعد يوم، ومع اقترابه إلى 4 ملايين كيلومتر فقط ستبدأ قشرته الجليدية الحمراء بإلقاء ظلالها المخيفة على كوكبنا، بينما تجذب جاذبيته العاتية مياه المحيطات لتنهض في مد هائل غير مسبوق. المدن الساحلية ستشهد أمواجاً غريبة المظهر، والمد والجزر سيصبحان عاتيين إلى حد أن الشواطئ ستغرق قبل أن يضربنا أول إعصار ناتج عن هذا الزائر الكوني الجبار. كما يفعل القمر مع المد والجزر، ولكن على نطاق أضخم وبقوة لا تقارن، سيجذب المريخ كتلاً هائلة من مياه البحار والمحيطات نحوه، فتتشكل موجات تسونامي عاتية تجتاح السواحل بلا رحمة. هذه الجدران المائية التي ترتفع لعشرات الأمتار ستلتهم المدن الساحلية في دقائق، تاركة وراءها أطلالاً مغمورة بالمياه. وفي أعماق الأرض لن تبقى الصفائح التكتونية ساكنة، فاقتراب الكوكب الأحمر سيضغط عليها بقوة هائلة، محدثاً هزات أرضية متفرقة، هزات هي بمثابة التحذير الأول من زلازل مدمرة ستأتي لاحقاً. ستبدأ البراكين الخامدة منذ آلاف السنين في النشاط من جديد، تنفث سحباً خانقة من الرماد والغازات لتغطي السماء وتحجب الشمس عن مناطق بأكملها. وفي هذه المرحلة، حتى قبل أن يشتد الخطر، قد تكون موجات الهجرة البشرية قد بلغت ذروتها. ملايين الأشخاص سيغادرون ديارهم فارين من السواحل والمناطق الزلزالية نحو الداخل بحثاً عن أي ملاذ آمن. لكن أين يمكن الاحتماء من كارثة قادمة من الفضاء نفسه؟ حين يقترب المريخ إلى مسافة 800,000 كيلومتر فقط، أي ضعف المسافة الفاصلة بيننا وبين القمر، تدخل الأرض مرحلة الانهيار الشامل. المد والجزر لن يكون مجرد ارتفاع في المياه، بل طوفان كوني بارتفاعات تتراوح بين 60 إلى 100 متر، يبتلع مدناً ساحلية بأكملها مثل ميامي والبندقية وبانكوك، ويمحو معالمها من الخريطة. ضغط الجاذبية المتصاعد سيعصر قشرة الأرض كقطعة معدن تحت مكبس عملاق، فتتزحزح الصفائح التكتونية بعنف هائل، مسببة زلازل تضرب القارات بلا هوادة، وبراكين تثور فجأة كوحوش غاضبة تقذف أنهاراً من الحمم المتوهجة التي تمزق اليابسة وتبتلع كل ما يعترض طريقها. وفي السماء ستتمدد سحب الرماد البركاني حتى تحجب ضوء الشمس، فتغرق مساحات شاسعة من الكوكب في ظلام خانق. في غضون ساعات ستنهار البنية التحتية للدول واحدة تلو الأخرى، الكهرباء تنقطع، المياه النظيفة تصبح سلعة نادرة، وشبكات الاتصالات تتحول إلى صمت مميت. البشر في مواجهة مشهد من القيامة الأرضية سيحاولون الفرار بأي وسيلة، لكن السؤال المرعب سيظل بلا جواب: إلى أين؟ الساعات الأخيرة، لحظة الحقيقة. على بعد 10,000 كيلومتر فقط يدخل الكوكبان في معركة جاذبية وحشية لا عودة منها.
كتلة الأرض الأعظم تبدأ بتمزيق المريخ نفسه، فتتشقق قشرته الحمراء العتيقة بشقوق هائلة تمتد لآلاف الكيلومترات، وكأن الكوكب يصرخ تحت وطأة القوة التي تعصف به. وعلى الرغم من أن المريخ يندفع بسرعة جنونية تبلغ 10 كيلومترات في الثانية، فإن تلك اللحظات الأخيرة لن تسمح بتفككه الكامل، فينفصل عن جسده الرئيسي عدد من الشظايا العملاقة لتتحول إلى قذائف سماوية تنطلق مباشرة نحو الأرض. وفي هذه الأثناء تتحول أرضنا إلى كائن مضطرب الشكل. قوى الجذب المتبادلة تشوه تضاريسها، فتنتفخ قشرتها في بعض المناطق وتنخسف في أخرى. البراكين تشتعل في كل ركن، تقذف أنهاراً من الحمم التي تصب في محيطات هائجة. الزلازل تصبح شبه متواصلة، لا تترك لحظة واحدة للهدوء، فيما يختفي لون السماء خلف طبقات كثيفة من الرماد والغبار، لتغدو مظلمة كليلة لا تنتهي. الكون نفسه يبدو وكأنه يحبس أنفاسه، فبعد دقائق معدودة سيسدل الستار على حقبة كاملة من تاريخ الأرض. قبل 20 ثانية من الاصطدام، العد التنازلي الأخير. في هذه اللحظات المرعبة يحتل المريخ السماء بالكامل، قرصاً أحمر متوهجاً يطغى على الأفق من طرفه إلى طرفه. جاذبيته العاتية تعيد كتابة قوانين الحياة على الأرض. الأجساد القريبة من نقطة الارتطام تصبح أخف بنسبة 30%، فيما يشعر من هم على الجانب الآخر بخفة ضئيلة لا تتجاوز 3%. لكن الجميع يدرك أن هذه ليست هدية من الكون، بل الهدوء المسموم قبل العاصفة النهائية. موجة صدمة مدمرة تمزق الغلاف الجوي، تسرق الأكسجين من الهواء، وتطلق رياحاً إعصارية تدور حول الكوكب كالسياط النارية. الأرض نفسها تتفكك من الداخل، شقوق هائلة تتسع في القشرة، تتحول إلى أخاديد عميقة، تبتلع مدناً بأكملها بلا أثر. أعنف الزلازل في تاريخ البشرية يضرب في كل مكان في وقت واحد، فيما تنهار القارات كما لو كانت قطعاً من الزجاج تحت مطرقة عملاقة. كل ثانية تمر تشبه انفجاراً جديداً، وكل نفس قد يكون الأخير. لمن بقي حياً فوق سطح هذا الكوكب، هذه ليست مجرد نهاية العالم، إنها نهاية كل مكان. لحظة الاصطدام، الانقراض الفوري. حينما يصطدم المريخ بالأرض ينطلق انفجار هائل لا يقارن، بطاقة تعادل تفجير مليارات القنابل النووية دفعة واحدة، مشعلاً لحظة مروعة في تاريخ الكون. الحرارة والضغط العارم يسيلان الطبقات الخارجية لكل من الأرض والمريخ، لترتفع سحب هائلة من الصخور والمعادن المنصهرة نحو السماء، مكونة غلافاً جوياً من اللهب والدخان يغطي الكوكب بأكمله. الاصطدام لا يكتفي بذلك، بل يدفع نوى الكوكبين إلى اندماج مفاجئ، مغيراً تركيب الأرض الداخلية إلى الأبد، وكأنها ولدت من جديد تحت وطأة هذا التصادم الكوني العنيف. في الوقت نفسه تتساقط الشظايا المنصهرة كسهام نارية، مشعلة عواصف نارية ضخمة تلتهم كل شيء في طريقها، وتحول الأرض إلى محرقة عملاقة. بعض الشظايا تقذف خارج الغلاف الجوي، فتبدأ رحلة طويلة حول الأرض مكونة حلقة من الحطام الكوني، بينما تتجه أخرى إلى القمر أو تنطلق صوب الكواكب المجاورة، ناقلة معها بصمات هذا الحدث العظيم عبر النظام الشمسي. في غضون دقائق معدودة تختفي كل أشكال الحياة من على سطح الأرض، وتتلاشى المحيطات في انفجارات بخارية هائلة، لتترك وراءها كوكباً جديداً مختلفاً غامضاً وموحشاً على أنقاض الحضارة التي عرفناها. العواقب: ولادة كوكب جديد خال من الحياة. بعد الاصطدام الهائل ستصبح الأرض أثقل وزناً،
وهي تحمل الآن جزءاً من كتلة المريخ التي اندمجت في نواتها، ما يجعل تركيبها الداخلي مختلفاً عن أي شيء عرفناه من قبل. سيتحول سطحها إلى أرض قاحلة منصهرة، يغيب عنها الغلاف الجوي المألوف والماء السائل الذي هو سر الحياة. بدون هذه الأسس الحيوية لن ترى الأرض حياة لفترة طويلة، بل ستكون مجرد صحراء كونية قاسية تنتظر ما قد يأتي من الفضاء ليعيدها إلى الحياة. عبر ملايين السنين قد تحمل اصطدامات المذنبات والكويكبات القادمة مياهاً ومواد عضوية ثمينة تضع اللبنات الأولى لظهور أشكال جديدة من الحياة، لكن الزمن لا يرحم. مع ارتفاع حرارة الشمس تدريجياً خلال مليار سنة قادمة، ستتلاشى هذه المياه قبل أن تتاح فرصة حقيقية لتطور الحياة في سيناريو مؤلم من الانقراض والتجدد. وإذا ما نجحت الحياة في العودة، فستكون في بيئة غريبة كلياً، نتاج اندماج كوكبين سابقين، عالم جديد بلا الأرض الزرقاء التي عرفناها، بل كوكب معاد صامد أمام تحديات وجوده الجديدة، يحمل في طياته أسراراً لم تكتشف بعد.